هنا وبجيب المتسابقين يعني، ايش رايك؟ تمام، احسن احسن. تعال. ايه انت جتني عليك توصيه الاسبوع الماضي. كيف جتني طفله جميله صغيره الاسبوع الماضي وقالت لا تطلع اختي ذي. ايه الله يحفظها. الله ولا صراحه ما طلعت الاسبوع الماضي صح ابراهيم؟ اي طلعت، فانا ابغى يعني اعوض اختك في الاسبوع هذا صراحه. اي يعني ودي انك يعني اعوض. اول شيء تعتذر لي منها، تقول انا اسف اني كسرت كلمتها، وعشان كذا بعوضك اليوم. إيه؟ بعوض اختك الله يحفظها ويخليها لك. اللهم امين. حاب تقول لها رساله بس اني انا كنت سيء معها. قول لها، قول لي. لا ما كنت سيء. لا لا عادي عادي، امون عليك. لا وليد ترى يحبك يا هاله. بعد ما يحبك يعني انه سيء معك. ليه؟ عادي انا احب هزه نفسي عادي. ها؟ احب هزه نفسي عادي. كيف تحب نفسك بعدين؟ عادي احب انا يعني اعاقب نفسي. أنت عاقبني. ما فهمت. قول لها شو اسمها؟ هاله. هاله؟ قول لها يا هاله. هاله. وليد غلط صراحة معك الأسبوع الماضي في إنه ما يرجعني للقرية، حاب يعوضني الأسبوع هذا. قول له غلط معك الأسبوع الماضي إنه ما رجعني للقرية وحاب يعوضني الأسبوع هذا. بس وليد يعني شوي أحيانا يحب يغلط مرتين. بس وليد بعض الأحيان يحب يغلط مرتين. يعني ممكن أعوضك الأسبوع. ممكن أعوضك الأسبوع. خلاص أنا بكمل. أنت قلت كمل يعني. ما أدري يعني تحمست معك شوي. عشان كذا أنا حاب أقول لك هلا أنا آسف يعني. الأسبوع الماضي كنت شوي قاسي، الأسبوع هذا بكون أقصى، يمكن ما عاد أقابل الغالي إلا 90 يوم إن شاء الله. بعد يمكن بعد 16 سنة ما ندري، عشان كذا إن شاء الله ما ندري. سامحينا على اللي صار. أنا آسف جدا، ما ودي إنه تكون ضربتين، إن ضربتين في الراس توجع. سامحيني على اللي صار الأسبوع الماضي، لأن الأسبوع هذا راجع القرية. الله يبارك فيك يا حي الوجه حبيبي. الله يبارك فيك يا حي الوجه. سهلة طيب يا حبيبي. يا حبيبي سهلة طيب. سهلة طيب يا حبيبي. سهلة طيب يا حبيبي الوجه. سهلة طيب يا حبيبي. بارك فيكم. شكرا. الاعتذار في محله. الاعتذار في محله. توقع حالة بتسامحني؟ أكيد مسامحتك من أول مو الحين يا حبيبي. مين حاب يا ناصر أخذ معي؟ مين حاب؟ أعطيني كاميرا خاصة لحالي، لأني قاعد أتلفظ أنفاسي الأخيرة، فهمت؟ إيه عادي. إيه لحالي حتى متسابق اللي كان معي لحالي. إيه كده كلوز على الوجه. إيه أعطيني واحد أخذه معي. مين تبغى حسين لعبان؟ لا لا أنا